يشكو قضاء الشطرة الواقع شمال مدينة الناصرية من تردي الخدمات بحسب السكان المحليين، فشوارع المدينة قد حولتها سياسة الإهمال إلى شوارع ترابية تشكو طفحا بالمجاري. هذه المنطقة تعاني من قلة الخدمات، كونها مثل بقية أكثر المناطق التي تعاني من النقص بالخدمات، كون هذه المنطقة تفتقر إلى خدمات المجاري وخدمات الصرف الصحي، كذلك قضية رفع النفايات هي تتأخر كثيرا. هذه المنطقة بالأساس هي تفتقر إلى مسؤول يوجد فيها، ولو كان لدينا مسؤول يسكن في هذه المنطقة لكانت هناك اهتمام أكثر وهناك متابعة ورعاية لهذه المنطقة من ناحية الخدمات ومن ناحية التبليط للشوارع. لا توجد أي حل لمشكلات النفايات، لا توجد صرف صحي، لا توجد مجاري، الكهرباء، شبكات الكهرباء ضعيفة جدا، مشكلة المزابل الموجودة، ساحات بالأصل هي ساحات خضراء البلدية مع الأسف قامت بتحويلها إلى قطع ووزعت على المحسوبين من أطراف البلدية. مواطنون من أبناء المدينة طالبوا الجهات الحكومية بفتح تحقيق بموازنات الأعوام الماضية وأبواب صرفها واسترداد ما سرق من أموال لإعادة إعمار تلك المناطق بعد أن وصلت إلى أسوأ حالاتها. أنا أبسط شيء يعني شنو هسه هاي بعد 2016 أكو هيك حكي، هسه هاي السطحية وأسويها البلدية تروح لهم يقول لهم والله أنتم هاي المنطقة أنتم ما تجونا ما تداعون ما تداعون، يا بليش ما تداعي؟ قال والله انتم ما تداعون، مو مثل باقي المناطق تجي تهوس علينا بالباب، تغلط علينا، تشتم علينا، تطلع علينا مظاهر، يعني شيء هي ناس خيره شو تسوي لها؟ يعني تروح تصيح عليكم وتهوس، ما تقدر الناس، تعالوا انتم حاله حال المناطق. يعني نطالب يصبون لنا الفرعيات هسه، يصبون لنا الافريع ورصيف، حالنا حال عالم مجاري وهاي. حكومة ذي قار المحلية اعتبرت توقف صرف أموال السنوات السابقة والتقشف الحاصل في الوقت الحاضر سببا في تردي خدمات أغلب أقضية ونواحي المحافظة، وأنها تعمل الآن بإمكانيات بسيطة. بالنسبة إلى الخدمات وما تعانيه أغلب الأقضية من نقص حاد في وجود هذه الخدمات من ناحية الشوارع وناحية الكهرباء ومن ناحية الماء، هذا فد شيء طغى على بقية المحافظات وعلى محافظتنا لاعتبار تردي الأوضاع المالية والاقتصادية، لكن بعض المناطق يمكن أن تخدم خدمات بسيطة وهذه الخدمات هي التي يحتاجها المواطن، يحتاج إلى شارع كي يسهل عليه عملية الحركة ويحتاج إلى الماء ويحتاج الكهرباء. وبين مطالب الأهالي بتوفير الخدمات وإلقاء الحكومة باللائمة على الأزمة المالية وتوقف صرف أموال المحافظة، يبقى السؤال الأهم هو ما الذي سيحل بالمحافظة إذا استمرت الأزمة المالية لفترة طويلة؟ من قضاء الشطرة، حيدر الخياط، قناة صلاح الدين الفضائية.